بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله هناخد بعض التمارين على درس قوانين اللوغاريتمات. السؤال بيقول اوجد قيمة. هنبدأ في السؤال بالسؤال التاني الأول، بعد كده خلي السؤال الأول للآخر. السؤال التاني، السؤال أهو بيقول 2 لوغاريتم 9 جذر 3 للأساس 3، عاوز هو عاوز ده يساوي كام؟ هنعمل ايه؟ احنا قبل ما نعمل اي حاجة، مادام لقينا جنب اللوغاريتم هنا في عدد، العدد ده هنرفعه هنخليه اس. ده في القانون الثالث اللي احنا خدناه بتاع الاس، ماشي؟ فهيبقى فالاتنين ده هيترفع يبقى اس، الاتنين ده هيترفع يبقى اس للعدد ده، فهيبقى هيساوي ايه؟ هنكتب لوغاريتم 9 جذر 3. خلي بقى لوغاريتم 9 جذر 3 أس 2، اللي هي 2 دي نطت وطلعت في الأس بتاع العدد ده، ده القانون التالت اللي احنا خدناه، والتلاتة الأساس 3 زي ما هو مفيش مشاكل. هنجيب دي بقالة 9 جذر، بس 9 جذر 3 كلها هي الأس 2، عشان محدش يعمل 9 لوحدها وجذر 3 لوحدها، قصدي عشان محدش يتلخبط. بس لازم تعملها بين قوسين لما تيجي تعملها بالآلة دي. انت هتجيبها بالآلة 9 جذر 3 تعملها بين قوسين عشان الناتج يجي مظبوط أس 2، هتطلع 243. العدد ده أس 2 هيطلع 243، هيبقى يساوي لوغاريتم 243 و الأساس 3 زي ما هو. وصلنا لكده. هنعمل ايه بعد كده؟ ال 243 دي هنخليها 3 أس حاجة، بناء عليه اخترنا 3 أس حاجة على أساس الأساس، علشان الفكرة هنخلي الأساس زي العدد ده فهيبقوا 1. هنشوف ازاي دلوقتي، فده علشان القانون اللي هو قبل الأخير اللي هو الأساس زي الناتج، العدد ده هيبقى بواحد. ازاي؟ خلينا نشوف كده. 243 هخليها 3 أس 5، 243 3 أس 5 مظبوط. ممكن تتأكد منها بالآلة لو حبيت، بس طبعا مش هينفع تجيب ده كله بالآلة الناتج من الأول كده، كان يبقى انت ما حليتش حاجة. هو عاوز القيمة بدون استخدام الآلة الحاسبة، وعشان استخدام الآلة الحاسبة في درس ازاي تستخدم الآلة الحاسبة، الدرس القادم ان شاء الله او اللي بعد القادم بتاع اللوغاريتمات، ازاي نستخدم الاله الحاسبه في اللوغاريتم. بس هو عاوز القيمه دي بدون استخدام الاله الحاسبه. ممكن انت بعد ما تجيبها تتاكد بالاله الحاسبه، بس انت هتعمل زي ما احنا قلنا. هنرجع المساله من اول وجديد تاني. هو مدينا 2 لوغاريتم 9 جذر 3 الاساس 3، الاثنين هتطلع فوق هتبقى اس للعدد، هتبقى لوغاريتم 9 جذر 3 اس 2 الاساس 3 زي ما هو. احنا لقينا الاساس 3 في عدد هنا، العدد ده هنخليه 3 أس حاجة، هنخليه 3 أس حاجة. العدد ده هيساوي 243، هيبقى 3 أس 5، فهنشيله وهنحط 3 أس 5 في الخطوة اللي بعد كده، والتلاتة أساس زي ما هي. وصلنا للخطوة دي. هنعمل ايه هنا؟ الأس يساوي 5، هينزل هيبقى 5، يعني هو أس هينزل جنب اللوغاريتم، القانون الثالث برضو بتاع اللوغاريتمات، لوغاريتم 3 الأساس 3. كل ده عشان نوصل للوغاريتم الأساس 3 ما هتساوي 1، عشان نقدر نجيبها يعني بدون استخدام الآلة الحاسبة. تبقى ده لوغاريتم 3 الأساس 3 دون هيبقى بواحد أصلا، فهيبقى 5 في 1 ب5، يبقى حل المسألة الأولى ب5. لو اتأكدت بالآلة الحاسبة هيطلع برضو ب5. وهنعرف ازاي نتعامل مع اللوغاريتمات بالآلة الحاسبة في الحصة الجاية ان شاء الله، هناخد مسائل عليه او اللي بعدها. السؤال اللي بعد كده، لوغاريتم 4 الأساس 2 زائد لوغاريتم 16 الأساس 2. هنا الأساسات متشابهة فهنقدر نجمع عادي. قلنا هنعمل ايه اما نلاقي كده؟ هناخد لوغاريتمية واحدة بس نفس الأساس اللي هو 2، وهنضرب 4 في 16. 4 في 16 هيساوي 4 في 16 ب 64،
والأساس 2. وهنعمل زي ما عملنا هنا في المسألة اللي قبلها، فهتساوي 64 دي هتبقى 2 أس 6، 64 هتبقى 2 أس 6، لازم نخليها 2 أس حاجة زي ما اتفقنا، 2 أس 6، والستة هتنزل فهتبقى 6 في لوغاريتم 2 لأساس 2 بواحد، فالناتج هيبقى 6. ممكن تتأكد بيها باستخدام الآلة الحاسبة. هنيجي للسؤال اللي بعد كده اللي احنا سيبناه، اوجد قيمة، برضو طبعا بدون استخدام الآلة الحاسبة، عشان لو بتستخدم الآلة الحاسبة هنجيبها على طول، فكده احنا ما عملناش حاجة وعاوزنا نستخدم القوانين اللي احنا واخدينها بتاعة اللوغاريتم. أما يكون عندنا لوغاريتم زائد لوغاريتم ناقص لوغاريتم ويكون نفس الأساس، نفس الأساس اللي هو أسفل اللوغاريتم، هنعمل إيه؟ هناخد لوغاريتم واحد بس حتى لو أكتر تلاتة، أكتر من تلاتة، إحنا القانون خدناه على لو جمع لوغاريتمين أو طرح لوغاريتمين، لو كان أكتر من لوغاريتمين ينفع برضه، وهناخده في المثال ده وفي المثال اللي بعد كده برضه. هناخد لوغاريتم واحد بس زي ما اتفقنا، قوانين لوغاريتم واحد بس. في الحالة دي هنفتح قوس، لو كانوا أكتر من واحد هنفتح قوس. هنحط الناتج الأول 15، هنلاقي علامة زائد هنخليها فيه 14، لقينا علامة ناقص المفروض نخليها على 105، فمش هنخليها على 105، هنخليها فيه 1 على 105 عشان يبقى إيه أسهل. بس هنجيب الناتج ده بالآلة وممكن نختصره احنا، هيساوي 2، الناتج ده كله هيساوي 2، فهيبقى هننزل لوغاريتم 2، لوغاريتم 2 وده هيساوي 2، 2 وطبعا ده هيساوي 1 عشان الأساس هو نفس العدد. ده القانون، قانون من قوانين اللوغاريتمات اللي أخذناه. هناخد مسألة تانية، المسألة دي بقى بيقول لي برهن أن بدون استخدام الآلة الحاسبة، ومديني المسألة دي، هنعمل إيه؟ في مسائل البرهن مش هنحلها كده وخلاص، ليها طريقة معينة في الحل. هنجيب الأيمن لوحده ونخليه يساوي الأيسر لوحده، لو كان الأيمن حاجة كبيرة والأيسر حاجة كبيرة هنجيب الأيمن لوحده والأيسر لوحده وهنساويهم ببعض، نسمي الأيمن واحد والأيسر اتنين ونساويهم ببعض، إنما لو كان الأيمن حاجة كبيرة والأيسر رقم واحد بس فهنجيب الأيمن بس ونخليه يساوي الرقم الأيسر. هي دي زي المسألة اللي جاية لنا دلوقتي، يعني احنا هنجيب الأيمن بس ونقعد نختصره لحد ما يساوي الطرف الأيسر اللي هو تلاتة، اللي هو تلاتة الأيمن هنحاول نختصره. هنختصره ازاي بقى؟ هو مدينا لوغاريتم 3 على 25 لأساس 5 زائد 10 لوغاريتم جذر 5 لأساس 5 ناقص لوغاريتم 3 للأساس 5. أول حاجة هنستخدم نفس الطريقة اللي عملناها في المسألة اللي قبل كده عشان الأساسات زي بعض، فناخد لوغاريتم واحد بس وهنضرب لو شفنا زائد، وهنضرب ونشقلب لو شفنا ناقص. بس قبل ما نعمل كده لازم نظبط المسألة، لازم يكون قبل اللو مفيش رقم، قبل اللو مفيش أي رقم عشان نعرف نطبق القوانين دي. هو هنا في المكان ده في قبل اللو في 10 فما ينفعش، فهنعمل ايه؟ لازم يبقى قبل اللو ميبقاش فيه رقم، فالعشرة دي هنرفعها للأس. هنستخدم قانون برضك من قوانين اللوغاريتمات اللي هو قانون نرفع الأس أو ننزله على حسب المسألة عاوز. هنا هنرفع الأس عشان مش عاوزين يبقى جنب اللو في رقم، يعني الخطوة الأولى هنظبط المسألة دي مش محتاجة تظبيط، نكتبها زي ما هي، لوغاريتم 3 على 25 الأساس 5 زائد، هنكتبها على المسألة زي ما هي لسه مش هنعمل أي حاجة، هنظبطها الأول بس في الخطوة الأولى. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ بقى نضرب ونعمل لوغاريتم جذر 5، وهنرفع الناتج العدد ده هنرفعه الأس زي ما اتفقنا،
والأساس 5، لوغاريتم جذر، جذر 5 للأساس، أس 10 للأساس 5، ناقص دي زي ما هي مفيهاش مشاكل. كده احنا خلينا المسألة أسهل عشان نقدر نطبق القاعدة بتاعتنا. القاعدة بتاعتنا إن لو في لوغاريتم زي لوغاريتم ناقص لوغاريتم زي لوغاريتم كده يعني، ونفس الأساس ناخد لوغاريتم واحد بس، ناخد لوغاريتم واحد بس من نفس الأساس لوغاريتم أس 5 ونفتح قوس عشان في أكتر من حد، لو في حد واحد بس مش هنفتح قوس زي المسألة دي، زي المسألة دي مفتحناش قوس، خدنا لوغاريتم واحد بس وضربنا ده بده. هنا في حدود كتيرة، لو في تلاتة أو أكتر يعني هنعمل برضك نفس اللي هنعمله دلوقتي، هناخد لوغاريتم واحد بس ونفتح قوس وهنكتب أول حد زي ما هو 3 على 25، اتفضل بس عشان ما نتلخبطش، 3 على 25، وأما نشوف زائد نكتب فيه ونكتب الرقم اللي بعده اللي بعد اللوغاريتم عادي، جذر 5 أس 10، وأما نشوف ناقص بنحولها فيه ونشقلب، نحولها لفيه ونشقلب، يعني دي 3 خليها 1 على 3، خليها 1 على 3 ونقفل القوس. والعدد اللي هو داخل القوس ده اتفقنا هنجيبه بالآلة الحاسبة، هيطلع 125، يعني اللي هو جوه القوس ده، العدد اللي جوه القوس ده ممكن نجيبه بالآلة الحاسبة عادي، بس الخطوات كلها مش هنجيبها بالآلة الحاسبة عشان هو قايل لنا بدون استخدام الآلة الحاسبة. فهننزل عادي لوغاريتم 5 لأساس 5 قصدي، والعدد ده قلنا اللي هو القوس هيبقى 125. وبعد كده هنعمل ايه؟ احنا عندنا لوغاريتم 125 لأساس 5، كل ده طبعا الطرف الأيمن، أنا معلش نسيت أكتب فوق هنا الأيمن يساوي، عشان أنا قلتلكوا لازم نكتبها لما يكون في بر هنا، دي مهمة بس أنا نسيتها، بس مش مشكلة لازم تتكتب. وصلنا نرجع تاني، وصلنا إن لوغاريتم 125 للأساس 5 عاوزين يساوي كام؟ 125 دي زي ما اتفقنا هنخليها 5 اللي هو الأساس أس أي حاجة، دي 125 هتبقى 5 أس 3، يبقى لوغاريتم 5 أس 3 للأساس 5. هنعمل ايه بعد كده؟ الأس ده هننزله تحت فيبقى 3 لوغاريتم 5 للأساس 5، ولوغاريتم 5 للأساس 5 بواحد زي ما عارفين واتفقنا قبل كده، فيبقى 3 في 1 ب3 هيساوي الأيسر، ونكتب في الآخر كده، لازم نكتب في الآخر يساوي الأيسر، يساوي الأيسر، وكده أثبتنا اللي هو عاوزنا نثبته. كده خلصنا المسائل وخلصنا بعض المسائل على قوانين اللوغاريتمات، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي بعد كده، الدرس اللي بعد كده.